مباركة المملكة الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. جلوس. بالسلام إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. لأجل السلام العلوي وخلاص نفوسنا إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. لأجل سلام العالم أجمع وثبات كنائس الله المقدسة واتحاد الجميع إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. لأجل أبينا ورئيس كهنتنا جوزيف الموقر الكهنة المكرمين الشمامس الخدام بالمسيح وجميع الكليروس والشعب إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. لأجل ملكنا عبد الله الثاني ومساعديه ولأجل مؤازرتهم في كل عمل صالح إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. لأجل هذه المدينة عمان وكل مدينة وقرية والمؤمنين الساكنين فيها إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. لأجل أن تتحقق فينا ثمار المعمودية المقدسة فنغرس مع المسيح إلهنا في شبه موته حتى نصير متحدين معه في شبه قيامته إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. لأجل أن نتبدل فنخلع الإنسان العتيق ونلبس الإنسان الجديد فنصبح خليقة جديدة في المسيح إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. لأجل أن يتقدس العالم وتتجدد الخليقة كلها بظهور المسيح الخلاصي إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. لأجل المسافرين في البحر والبر والجو المرضى والمتعبين والأسرى ولأجل خلاصهم إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. لأجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. واضدنا وارحمنا وخلصنا واحفظنا يا الله بنعمتك. يا رب ارحم. لنذكر سيدتنا الكاملة القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة والدة الإله الدائمة البتولية مريم وجميع القديسين والنودع المسيح الإله ذواتنا وبعضنا بعضا وحياتنا كلها. لك يا رب. أيها الرب الإله يا من خلصنا بغسل الميلاد الثاني والتجديد الآتي من الروح القدس أنر أذهاننا ثبتنا في الإيمان وطدنا في الرجاء كملنا في المحبة أرشدنا يا رب إلى العمل بوصاياك حتى إذا برنا بنعمتك نرث الحياة الأبدية لأنك أنت نورنا وتقديسنا وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. مبارك الآتي باسم الرب الرب هو الله وقدر لنا بشفاعة والدة الإله يا مخلص خلصنا اعترف للرب فأنه صالح لأن إلى الأبد رحمته بشفاعة المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. يا كلمة الله الابن الوحيد الذي لا يموت لقد رضيت من أجل خلاصنا أنت تجسد من والدات الإله القديسة مريم الدائمة البتولية فتأنست بغير استحالة وصلبت أيها المسيح الإله
يا من اعتمد من يوحنا في الأردن. نحن المرنمين لك هللويا. خلصنا يا ابن الله يا من اعتمد من يوحنا في الأردن. نحن المرنمين لك هللويا. اعتمادك يا رب في نهر الأردن ظهر السجود للثالوث، فإن صوت الآب كان يشهد لك مسمياً إياك من محبوباً، والروح بهيئة حما اعتمادك يا رب في نهر الأردن ظهر السجود للثالوث، فإن صوت الآب كان يشهد لك مسميا كملا محبوبا، والروح بهيئة حمامة يؤيد حقيقة الكلمة، فيا من ظهر ونار العالم أيها المسيح الإله أنتم الذين بالمسيح تمتم، المسيح قد لبستم هللويا. أنتم الذين بالمسيح تمتم، المسيح قد لبستم هللويا. أنتم الذين بالمسيح تمتم، المسيح قد لبستم. الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. المسيح قد لبستم هللويا. أنتم الذين بالمسيح قد لبستم هللويا. فنصغي مبارك الآتي باسم الرب. الرب هو الله وقد ظهر لنا. اعترفوا للرب فإنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته.
الحكمة. فصل من رسالة القديس بولس الرسول إلى تيتوس. فالنزل. يا ولدي تيتوس، لقد ظهرت نعمة الله المخلصة جميع الناس مؤدبة إيانا لننكر الكفر والشهوات العالمية، فنحيا في الدهر الحاضر على مقتضى التعقل والعدل والتقوى، منتظرين الرجاء السعيد وظهور مجد إلهنا العظيم ومخلصنا يسوع المسيح، الذي بذل نفسه لأجلنا ليفتدينا من كل إثم ويطهر لنفسه شعباً خاصاً غيوراً على الأعمال الصالحة. فلما ظهر لطف الله مخلصنا ومحبته للبشر خلصنا هو، لا اعتباراً لأعمال بر عملناها، بل بحسب رحمته بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس الذي أفاضه علينا بوفرة بيسوع المسيح مخلصنا، حتى إذا بررنا بنعمته نصير ورثة على حسب رجاء الحياة الأبدية. والتسبيح لله دائماً. سلام لك أيها القارئ ولكافة الشعب. آمين. قداس السلام لجميعكم. وليروح. فصل شريف من بشارة القديس متى الإنجيلي البشير. المجد لك يا رب المجد لك. النصب في ذلك الزمان أقبل يسوع من الجليل إلى الأردن إلى يوحنا ليعتمد منه، فكان يوحنا يمانعه قائلاً: أنا المحتاج أن أعتمد منك وأنت تأتي إلي. فأجابه يسوع قائلاً: دع الآن، فهكذا ينبغي لنا أن نتم كل بر. حينئذ تركه، فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء، وإذا السماوات قد انفتحت له، ورأى روح الله ينزل مثل حمامة ويحل عليه، وإذا صوت من السماء يقول: هذا هو ابني الحبيب الذي به سرّه. المجد لك يا الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، آمين. لقد ظهرت نعمة الله المخلصة جميع البشر. أجل بفرح كبير نلتقي اليوم في هذه الكنيسة، كنيسة السيدة العذراء مريم عليها السلام الله، لنحتفل معا بعيد اعتماد السيد المسيح له المجد في نهر الأردن. وكما تعلمون أن هذا العيد له ثلاثة أسماء، بالعامية يدعى عيد الغطاس، والاسم الطقسي أو الكنسي يدعى ثيوفاني، أي عيد الظهور الإلهي.
والاسم الثالث يدعى بالكنيسة السريانية والكلدانية يسمونه بعيد الدنح. لما نقول كنيسة السريانية الكنيسة أيضا المارونية يعني يسمونه بعيد الدنح أي الظهور أو عيد الأنوار، لأن المعمودية استنارة بنور المسيح. عيد الغطاس يا أحبة عيد يخصنا جميعا، لأنه يذكرنا بمعموديتنا نحن، وبالتالي هو عيد شخصي لكل واحد منا. في كل مناسبة عيد إغطاس نجدد مواعيد المعمودية. يخبرنا الإنجيل المقدس أنه عندما اعتمد يسوع في نهر الأردن انفتحت السماوات وسمع صوت الآب قائلاً: هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت. ولذلك أنت في يوم عمادك صرت حبيباً للمسيح. فله اسمعوا، هل تسمع الصوت؟ هل تسمع صوت المسيح في قلبك الذي يدعوك إلى الإيمان والتوبة؟ أيها الأحباء، في عيد الغطاس نحاول أن نتأمل معاً في ثلاث كلمات مرتبطة بهذا العيد لكي نعيش معانيها الروحية في حياتنا. الكلمة الأولى بارامون، وهي كلمة يونانية تعني الاستعداد، والكلمة الثانية ثيوفاني، وهي كلمة أيضاً يونانية تعني الظهور الإلهي، والكلمة الثالثة الإفخارستية والتي تعني سر الشكر. الكلمة الأولى بارامون أي الاستعداد، والاستعداد شو بيكون الاستعداد؟ بالصلاة والصوم والتوبة. ويوحنا المعمدان في كرازته دعا إلى التوبة منادياً قائلاً: توبوا فإن ملكوت السماوات قريب. وبالتالي أول درس روحي نتعلمه من عيد الغطاس هو خطوة الاستعداد، لأن الإنسان أحياناً يدركه الموت المفاجئ وهو غير مستعد، يدركه الموت وهو غير مستعد. لذلك علم نفسك أن تكون في حياتك هذه الخطوة دائماً، وتدرب على الاستعداد الروحي قائلاً مع المرنم في المزمور 108: قلبي مستعد يا الله، قلبي مستعد. الكلمة الثانية ثيوفانية أي الظهور الإلهي، لأنه في اعتماد الرب يسوع في نهر الأردن ظهر الثالوث بأقانيمه الثلاث، فالسيد المسيح أقنوم الكلمة المتجسد نراه غاطساً في نهر الأردن، وصوت من السماء صوت الآب السماوي قائلاً: هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت. والروح القدس ظهر بهيئة حمامة رمز الوداعة والسلام. وبالتالي حياة الاستعداد أيضاً تقوم على إيمانك بالثالوث الأقدس، ففي كل صلواتنا الطقسية مبنية على هذه القاعدة الروحية التالية: كل شيء من الله الآب بالابن في الروح القدس. أعيد هذه القاعدة الروحية: كل شيء من الله الآب بالابن في الروح القدس. لذلك نعلن عن إيماننا بالثالوث الأقدس قائلين: بالآب والابن والروح القدس الثالوث الواحد في الجوهر وغير المنفصل. أما الكلمة الثالثة الإفخارستية أي سر الشكر، ولقد جرت العادة في طقوسنا الشرقية أن الكاهن لما يعمد الطفل يمنحه سر الميرون أو سر التثبيت، وأيضاً يناوله القربان المقدس،
بنولي احنا الطفل القربان المقدس، وهذه الأسرار الثلاث تسمى بأسرار التنشئة. أسرار الثلاث، سر المعمودية والتثبيت والقربان المقدس، تسمى بأسرار التنشئة. أيها الأحباء، يعلمنا عيد القطاس أن نرفع عيوننا إلى السماء، لأن الإنسان أحياناً يعيش على الأرض وينسى السماء. الإنسان أحياناً بيعيش على الأرض وبينسى السماء، وينشغل بهموم هذه الحياة وملذاتها. لذلك تذكر يا إنسان أن الأرض ممر، الأرض ممر مش مقر، وأن تذكرة عبورك نحو السماء يكون بالمحبة والعمل الصالح. أيها الإخوة الأحباء، أهنئكم بعيد الغطاس الذي هو خاتمة الأعياد الميلادية، وبالسنة الجديدة أيضاً، راجياً من الله تعالى أن تكون هذه السنة سنة خير وبركة وشفاء وسلام للجميع. في قداس عيد الغطاس نرفع صلواتنا وتضرعاتنا إلى الله القادر على كل شيء، أن يحفظ وطننا الأردن من كل خطر ومكروه. هذا الوطن الغالي على قلوبنا جميعاً هو أرض الحضارات والمقدسات، أرض معمودية السيد المسيح المختص، والذي نحتفل في هذه السنة 2021 على مرور 100 عام، على مرور 100 عام على تأسيس المملكة الأردنية الهاشمية. وهذه المسيرة مستمرة بعون الله وبهمة قيادتنا الهاشمية الحكيمة. أيضاً نرفع صلاتنا على نية السلام في ربوع الشرق الأوسط وفي العالم أجمع. نصلي أيضاً لكي يرفع الرب عنا هذا الوباء وعن العالم أجمع. أيضاً نصلي على نية نورسات وتيلي لومير التي تنقل نور المسيح للآخرين. نورسات الأردن ممثلة بالدكتورة الفاضلة باسمة سمعان وكل العاملين، كل فريق العمل في مكتب نورسات الأردن، نقول لكم جهودكم مباركة وربنا يحفظكم جميعا. أيضا في هذا القداس، في قداس عيد الغطاس، نرفع صلاتنا إلى أسرة مار شربل الأردن ولبنان، ممثلة بأخينا الورع أخينا بيير أبو سمرة وزوجته مالا. وأيضاً منصلي من أجل أختنا الفاضلة الدكتورة منى زوين التي أتت من لبنان الشقيق، هذا الوطن الغالي على قلوبنا. الدكتورة منى أتت حاجة إلى المختص، أتت حاجة إلى المختص بهذه الظروف الصعبة، ولكن أصرت أن تأتي إلى المختص لتتبارك من مياه نهر الأردن. والسيد المسيح عندما اعتمد في نهر الأردن هذا دليل على محبة الباري تعالى لهذا البلد المحبوب. احنا في القداس الإلهي احنا نقول قلوبنا معكم، واحنا منصلي دائما من اجل لبنان. وسيدة لبنان، سيدتنا مريم العذراء، سيدة لبنان تحفظ لبنان من كل خطر ومكروه. ولإلهنا كل المجد والإكرام والسجود إلى الأبد، آمين. الآن يا أحبة نقف ونجدد معا مواعيد المعمودية. بس بتحكيها بعبارة، لأنه العبارة المعروفة هل تكفرون بالشيطان؟ نعم نكفر، ولكن منقول إني أكفر بالشيطان وبكل أعماله وبالعالم وبطيله. إني أكفر بالشيطان وأعماله وبالعالم وبطيله، مع بعض. إني أكفر بالشيطان وأعماله وبالعالم وبطيله، وأتبع سيدي يسوع المسيح إلى الأبد،
وأتبعوا سيدي يسوع المسيح إلى الأبد. كل المجد لملك المجد يسوع المسيح. هللويا. كل المجد لملك المجد يسوع المسيح. هللويا. ولإلهنا كل المجد والإكرام والسجود إلى الأبد. آمين. كل عيد اختاص وأنتم بألف خير. وأنتم خير. الآن دورة القرابين الحكمة. حتى إذا كنا مسنونين بعزتك كل حين نرفع إليك المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدائرين. آمين. جوزيف الموقر أعطهم يا رب النعمة الموافقة لخلاصهم الأبدي. احفظهم يا رب بنعمتك في كل حين لنا وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. أيضا نقدم هذه الذبيحة بشفاعة القديس النبي السابق يوحنا المعمدان شفيع وطننا الأردن. منصلي يا رب أدم يا رب علينا نعمة الأمن والاستقرار في وطننا الحبيب الأردن. وأيضا نصلي بشفاعة سيدة لبنان أن تحفظ يا رب لبنان من كل خطر ومكروه. احفظ يا رب شعبه في كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. أيضا نقدم هذه الذبيحة لأجل راحة المرحوم الراقد على رجاء القيامة فؤاد اللدويري أبو داود في ذكرى الأربعين، في ذكرى الأربعين لانتقاله إلى فردوس النعيم. فليرحمه الرب الإله وليذكره في ملكوته كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الدائرين. آمين. يذكر الرب الإله جميعنا في ملكوتي كل حين
الآن وكل أوان وإلى أبد الدائرين. كملت البطن للرب كيري يا ليسوس هذه القرابين الكريمة المقدمة إلى الرب نطلب كيري يا ليسوس ضعفة ابنك الوحيد الذي أنت مبارك معه ومع روحك القدوس الصالح والمحي الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. سلام لجميعكم. ولروحي. بعضنا بعضا لكي نعترف بنية واحدة. بلا المسيح معنا الآن ودائما المسيح معنا الآن ودائما المسيح معنا الآن ودائما بحكمة فنعلن إيماننا نؤمن بإله واحد آب ضابط القلب خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إلى حق من إلى حق مولود غير مخلوق مساوي للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس المنكر وتألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب الذي هو مع الآب والابن يسجد له ومجد الناطق بالأنبياء والكنيسة واحدة جمعة مقدسة رسولية ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدار الآتي آمين لنقف حسنا ونقف بتهيب فلنصغي لنقدم بسلام القربان المقدس رحمة سلام نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس
فلتكن مع جميعكم. ومع روحك. نرفع قلوبنا إلى الأعلى. وحق أن نسبحك ونباركك ونشيد لك ونشكرك ونسجد لك في كل مواضع سيادتك، فإنك أنت الإله الذي لا يفي به وصف ولا يحد عقل ولا يرى ولا يدرك، الدائم الوجود والكائن هو هو أنت وابنك الوحيد وروحك القدوس. أنت أخرجتنا من العدم إلى الوجود، بعد أن سقطنا عدت فأقمتنا، وما زلت تصنع كل شيء حتى أصعدتنا إلى السماء ونعمت علينا بملكك الآتي. فمن أجل هذه كلها نشكرك ونشكر ابنك الوحيد وروحك القدوس، كما نشكر لك كل ما نلنا من إحساناتك المعروفة والمجهولة الظاهرة والخفية. ونشكر لك أيضاً هذه الخدمة التي ارتضيت أن تقبلها من أيدينا، مع أن ألوفاً من رؤساء الملائكة وربوات من الملائكة ماثلون لديك، الشيروبيم والسيرافيم ذوي الأجنحة الستة والعيون الكثيرة، محلقين وطائرين مرنمين بنشيد الظفر، هاتفين وصارخين وقائلين: قدوسا 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 الرب قائلاً: خذوا فكلوا، هذا هو جسدي الذي يكسر لأجلكم لمغفرة الخطايا. الكأس من بعد العشاء قائلا: اشربوا من هذا كلكم، هذا هو دمي للعهد الجديد الذي يراق عنكم وعن كثيرين لمغفرة الخطايا. سيدتنا الكاملة القداسة طاهرة الفائقة البركات المجيدة
والدة لنا الدائمة البتولية مريم بواجب الاستحاق البابا فرانسيس الطباوي وابانا وبطريركنا يوسف المغبوط وابانا ورئيس كهنتنا جوزيف الموقر وجميع البطاركة والأساقفة وأنعم على كنائسك المقدسة أن يكونوا في سلام الصحاء مكرمين مديد إليها مفصلين بأحكام كلمة حقك قدسهم في خدمتهم واحفظ جميع المؤمنين أعطنا أن نمجد ونسبح بفم واحد وقلب واحد اسمك الجدير بكل كرامة والعظيم الجلال أيها الآب والابن والروح القدس أنا وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. ولتكن مراحم إلهنا العظيم ومخلصنا يسوع المسيح مع جميعكم بعد أن ذكرنا جميع القديسين أيضا وأيضا بالسلام إلى الرب نطلب يا رب ارحم لأجل هذه القرابين الكريمة المقدمة والمقدسة إلى الرب نطلب لأجل نجاتنا ونجاة بلادنا من كل ضيق وخطر وشدة إلى الرب نطلب يا رب ارحم يا رب في عيد الغطاس نرفع صلواتنا وتضرعاتنا لنسبحك يا رب ونشكرك لأجل محبتك العظيمة لنا جميعاً نشكرك يا رب على جميع عطاياك ونعمك الروحية والزمانية نصلي يا رب أنت يا رب سمحت بوباء الكورونا لكي تشعرنا بضعفنا وتحررنا لكي تحررنا من أنانيتنا وكبريائنا وتوجه أنظارنا نحو السماء فرح يا رب قلوبنا بخلاصك وأرنا رحمتك منصلي لأجل خلاص العالم كله لأجل خلاص العالم كله ارفع عنا يا رب هذا الوباء وعن العالم أجمع لأنك أنت القادر على كل شيء أنت تحول الضيقات إلى بركات والمرارة إلى حلاوة فالعالم كله في انتظار رحمتك يا رب نرفع يا رب صلاتنا لأجل
إخوتنا وأقاربنا وأصدقائنا الذين رحلوا عنا في العام الماضي، أرح يا رب نفوسهم في فردوس النعيم، الراحة الأبدية أعطهم يا رب، ونورك الدائم فليضئ لهم. أدم يا رب علينا نعمة الأمن والاستقرار بشفاعة النبي السابق يوحنا المعمدان شفيع وطننا الأردن، وأحل السلام في ربوع شرقنا العزيز. تغاضى يا رب عن هفواتنا وزلاتنا التي اقترفناها في السنة الماضية، وأهنا لاجتياز هذه السنة الجديدة بسيرة مرضية لعزتك الإلهية. أيها الرب القدوس، قدس أفكارنا وأقوالنا وأفعالنا، بارك حياتنا، وأعطِ الكل سلاماً وفرحاً. أعطنا أن نعيش لأجلك، أعطنا أن نعيش لأجلك كما أتيت وتجسدت لأجلنا بشفاعة أمنا سيدتنا مريم العذراء أم النور، وبشفاعة مار يوسف، كما قلنا أن هذه السنة أعلنها قداسة البابا سنة مار يوسف البتول، وبشفاعة جميع قديسيك لك المجد إلى الأبد. آمين. كيريا ليسون، كيريا ليسون، كيريا ليسون. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم، لأن السرى بدالة وبلا دينونة، على أن ندعوك أباً أنت الإله السماوي، ونقول أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقدرة والمجد أيها الآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. السلام لجميعكم. سكم للرب لك يا مراد. بنعمة ابنك الوحيد ورأفته ومحبته للبشر، الذي أنت مبارك معه ومع روحك القدوس صالح والمحيي، أنا وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. كنا سواء، اللهم اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني. اللهم اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني. اللهم اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني. فرزقي الأقداس للقديسين. قدوسٌ واحد، ربٌ واحد، يسوع المسيح، لمجد الله الأب. آمين. الصلوات الاستعدادية للتناول، أنا أؤمن يا رب وأعترف أنك أنت حقا المسيح ابن الله الحي، الذي أتى إلى العالم ليخلص الخطأ الذين أولهم أنا. وأؤمنوا أيضا إن هذا هو جسدك الطاهر، وهذا هو دمك الكريم، فأطلب إذا إليك أن ترحمني
وتجاوز عما زللت به عمداً أو سهواً، بالقول أو بالفعل، عن معرفة أو عن جهل. وأهني لأن أتناول بلا دينونة أسرارك الطاهرة لغفران الخطايا وللحياة الأبدية. آمين. اقبلني اليوم شريكاً في عشائك السر يا ابن الله، فإني لا أقول سرك لأعدائك ولا أقبلك مثل يهوذا، لكنك اللص كرني يا رب في ملكوتك، لا يكن لي تناول أسرارك المقدسة يا رب للدينونة أو للقضاء، بل لشفاء النفس والجسد. بمخافة الله وإيمان ومحبة تقدموا. أمين أمين. مبارك الآتي باسم الرب. الرب هو الله وقد ظهر لنا. اقبلني اليوم شريك عشائك السر يا ابن الله، فإني لا أقول سرك لأعداء غاشتان النظيرة يهودا لكني كلس يعترف لك اذكرني يا سيد، اذكرني يا رب، اذكرني يا قدوس، اذكرني يا محبوباً، والروح بهيئة حماما يؤيد حقيقة الكلمة، فيا من ظهر ونرى العالم أيها المحسن
الآن وكل أوان وإلى دار الدائرين. آمين. الرهيب المحيي الرهيب لنشكر الرب شكرا لائقا. يا رب ارحم. نشكرك ايها السيد المحب البشر المحسن الى نفوسنا لانك اهلتنا في اليوم الحاضر ايضا باسرارك السماويه الخالده، فقوم طرقنا، ثبتنا جميعا في مخافتك، صن حياتنا وابطت خطواتنا بصلوات وتضرعات والدة الإله المجيدة مريم الدائمة البتولية وجميع قدسيك. ناخذ دقيقة صمت ونشكر الرب على هذه النعمة العظيمة، نعمة تناولنا من جسد الرب ودمه الكريمين لشفاء النفس والجسد ولغفران الخطايا وللحياة الأبدية. آمين. لأنك أنت تقديسنا وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. لننطلق بسلام باسم الرب إلى الرب نطلق. يا مبارك مباركيك يا رب ومقدس المتوكلين عليك، خلص شعبك وبارك ميراثك، احفظ كمال كنيستك، قدس المحبين بها بيتك، أن تعوضهم مجدا بقدرتك الإلهية، ولا تهمنا نحن المتوكلين عليك. هب السلام لعالمك لكنائسك للكهنة للملك وللجنود ولكل شعبك، لأن كل عطية صالحة وكل موهبة كاملة هي من العلاء منحدرة من لدنك يا أبا الأنوار. إليك نرفع المجد والشكر والسجود أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. ليكن اسم الرب مباركا من الآن ورحمته تحلان عليكم بنعمتي ومحبتي للبشر كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الدائرين. آمين. الآن رتبة تقديس الماء إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. عجيبة أعمالك وما من قول يكفي للإشهادة بعذابك. عظيم أنت يا رب وعجيبة أعمالك وما من قول يكفي للإشهادة بعجائبك، لأنك بمشيئتك أخرجت الأشياء كلها من العدم إلى الوجود، وبعزتك تضبط الخليقة، وبعنايتك تسوس العالم. أنت نظمت الخليقة من أربعة عناصر وكللت دور السنة بأربعة فصول، منك ترتعد كل القوات العقلية، لك تشيد الشمس، إياك يمجد القمر، لك تخضع النجوم، لك يطيع النور، منك ترتعد الرجج، لك تتعبد الينابيع. أنت بسطت السماء كمظلة
أنت ثبتت الأرض على المياه، إياك تخدم القوات الملائكية، لك تسجد أجواق رؤساء الملائكة، الشيروبيم الكثيرو العيون والسرافيم ذو الستة الأجنحة يحفون بك ويطورون حولك برهبة ويحتجبون من مجدك الذي لا يدنى منه، فإنك أنت الإله الأزلي غير المحصور والفائق كل وصف. أتيت على الأرض آخذاً صورة عبد وصائراً في شبه البشر، لأنك بحنانك أيها السيد لم تحتمل أن ترى جنس البشر تحت استبداد الشيطان، بل أتيت وخلصتنا. نعترف بالنعمة ونذيع الرحمة ولا نكتم الإحسان. موليد طبيعتنا حررت، المستودع البتولي بمولدك قدست، وقد سبحتك الخليقة كلها عند ظهورك، لأنك يا إلهنا على الأرض ظهرت وبين الناس ترددت. أنت قدست نهر الأردن أيضاً إذ أرسلت من السماء روحك القدوس وسحقت قوى الشر الكامنة فيها. فأنت إذن أيها الملك المحب البشر احضر الآن أيضاً بحلول روح قدسك وقدس هذا الماء. أنت إذن أيها الملك المحب البشر احضر الآن أيضاً بحلول روح قدسك وقدس هذا الماء. آمين. أيها الملك المحب البشر احضر الآن أيضاً بحلول روح قدسك وقدس هذا الماء. آمين. أعطه نعمة الفداء بركة الأردن، اجعله ينبوعاً لعدم الفساد، موهبةً للتقديس للخطايا غافراً ومن الأمراض واقياً وللشياطين مبيداً منيعاً على القوات المعادية مملوءاً قوةً ملائكية، عساه يكون لجميع الذين يستقون ويتناولون منه لتنقية النفوس والأجساد، لشفاء الآلام، لتقديس المنازل، ملائماً لكل منفعة. فإنك أنت إلهنا الذي بالماء والروح جدد طبيعتنا التي عتقت بالخطيئة. أنت إلهنا الذي شق الصخرة في البرية فتفجرت المياه وفاضت السيول فأرويت شعبك العطشان. أنت أيها السيد قدس هذا الماء بروحك القدوس. آمين. أيها السيد المحب البشر قدس هذا الماء بروحك القدوس. آمين. أيها السيد المحب البشر قدس هذا الماء بقوة روحك القدوس. أعطي جميع الذين يلمسونه والذين يمسحون به والذين يتناولونه التقديس والبركة والتنقية والصحة، صحة النفس والجسد، لكي يمجد اسمك القدوس من عناصر والملائكة والبشر وبالبرايا المنظورة وغير المنظورة مع الآب والروح القدوس الآن وكل أوان وإلى دار الدارين. آمين. باعتمادك يا شمشي
سمياني يا كابن المحبوبة والروح صوت الأب كان يشهد.